عند بداية تشغيل الحاسب عادة ما نسمع صوت صفارة قصيرة، ويدل ذلك على أن كل شيء يعمل جيدا. والبرنامج الذي يصدر هذه الصفارة هو بوست أو Power on Self Test، وكما نعلم فإنه عبارة عن مجموعة من الاختبارات للتأكد من أن النظام يعمل جيدا. أما في حالة وجود مشكلة فإن الجهاز قد لا يعمل، ويصدر البرنامج بوست عدد معين من الصفارات، ويعبر عدد الصفارات ونوعها طويلة أو قصيرة عن المشكلة، ولكل مشكلة كود معين، وتختلف أكواد الأخطاء حسب نوع الروم بايوس. وهذا الجدول يوضح الأخطاء الخاصة بـ IBM Corporation BIOS. أما في حالة وجود خطأ بدون أن يمنع البيانات من الظهور على الشاشة، فإن برنامج البوست يقوم بإظهار كود مرئي. وهذا الجدول مثال لأكواد الخطأ المرئية. ويمكنك الحصول على الأكواد الخاصة بجهازك من الشركة المصنعة للماذر بورد الخاصة بك.